استاذ احمد سيف، ايه صحة خبر اخلاء سبيل عبير فهد؟ ان الحمد لله النهارده صدر قرار من نيابه امن الدوله العليا باخلاء سبيل السيده اسماء الشهيره بعبير فهد. طبعا هي كان في قضيه سابقه اللي هي قضيه 220 امن دوله عليا اللي هي الخاصه باحداث فتنه امبابه. الحمد لله بدايه لم يشملها قرار الاحاله للمحكمه. اما بالنسبه للقضيه الاخرى اللي هي رقم 227 امن دوله عليا طوارئ اللي كان فيها تحقيق بخصوص واقعه التزوير، الحمد لله صدر النهارده قرار باخلاء سبيلها من سجن الاماره. برضو احب انوه ان في اثناء التحقيق تقدمت البلاغ للسيد المحامي العام بان هناك واقعه خطف تمت للسيده عبير، وان قام واقعه احتجازها في عده كنائس سواء في اسيوط او في مرمينا، وطلبت محاكمه الكهنه على اساس طالما تم التحقيق مع رجال الدين الاسلامي باتهامات في الواقعه وثبت عدم صحتها، يجب ان احنا نحقق ونشوف واقع احتجازها هل هي صحيحة ام لا. انا قناعتي ان صحيح، تم احتجازها في دير درونكا باسيوط 8 ايام وبعد ما اتخطفت، يعني هم خطفوها وسلموها للكنيسة، وبعد كده الكنيسة لما حست ان جوزها ياسين ثابت عرف وبدأ يتردد على البلد، وبدأ الراجل مراته واهل البنت تفاوضوا معاه ابعد عنها ونديك 40,000 والراجل رفض، حسوا ان في دوشه فنقلوها مخطوفه رغم ارادتها الى كنيسه مرمينا. فانا طلبت تحقيق في الموضوع دوت، ان في ناس اختطفوها، في رجال دين مسيحي ساهموا وللاسف في الجريمه. فاحنا في دوله سياده القانون، القانون يشمل الكل، راجل شيخ الازهر، قداس البابا، رئيس الجمهوريه، اي حد يخطف في جمهوريه مصر العربيه المفروض ان هو خاضع للقانون المصري. ومش عيب ان ايه ان يتم محاسبه اي مخطئ ايا كان منصبه. دي دوله ديمقراطيه، الشعب طالب في ثوره 25 يناير الديمقراطيه وسياسه القانون. طبعا انا سعيد جدا ان يعني احمد رب الله ان السيده عبير كانت بتعاني من مرض انيميا البحر المتوسط والالتهاب الكبدي، والكلام ده قبل اشهار اسلامها. وللاسف فتره احتجازها في كنيسه مرمينا وقبل كده في كنيسه درونكا ما كانش في دواء، ما فيش دواء، لدرجه ان انا برضو جاري ان هقدم بلاغ ان ده شروق فؤاد منع. طبعا واضح للعين اللي يشوف سيده اسماء، واضح للعين انها عندها مرض التهاب كبدي، معنى منع العلاج واحتباسها ده شروق فؤاد. وان شاء الله يكون في، انا شايف النيابه بتحقق في جميع الوقائع، واحنا رجال قانون والله ثبت في ناس ارتكبوا جرائم يتحاسبوا، ما ارتكبوش يخلى سبيلهم. احنا في دوله القانون. بهني السيده اسماء محمد علي، سعيد بقرار النيابه لان واحده احتبست تم حبسها واحتجازها وهي مظلومه، لما يظهر النهارده قرار باخلاء سبيلها طبعا سعيد سعيد سعيد، وربنا يعمل الخير. ونتمنى ان يشمل القرار بعد كده جوزها ياسين ثابت انور، لان يهمني اوضح نقطه، لان الناس دول تعرضوا للتشهير بدون حق، سواء كانت السيده اسماء الشهيره بعبير فخري او السيد ياسين سيد، تعرضوا للتشهير. منها الراجل في واقعه امبابه، الراجل جاله مراته في لسان جديد تقول له انا مخطوفه، الشيء الطبيعي انه يسعى لاخلاء، انه يعمل شيء، ده حتى في القانون الجنائي كده من حق. انا لو حد لو تم اختطاف حد حتى لو مالكش بيه صله او قرابه، من العداله وبرضه قانونا ان انا اسعى ان انا امنع الخطف عليه. النقطه اللي عايز ابرزها ان ياسين ما قامش بعمليه اي تجمهره في امبابه، ما طلبش من الجمهور ان هم يقتحموا الكنيسه. ياسين ثابت لما جاله التليفون على الموبايل بتاعه من السيده اسماء انها مخطوفه في مبنى بجانب كنيسه مرمينا، الراجل صعيدي ما يعني
راح على الجامع قابل شيخ جامع فبيقول له ان مراتي كذا كذا، كان في اتنين تلاتة موجودين. فالشيخ الجامع قال له يا ابني روح لجامع، روح للاسم، عندك اسم امبابة. الراجل راح لاسم امبابة في الفترة اللي هو موجود فيها في اسم امبابة، للأسف طلع بعد كده ان في واحد قال ان ياسين ثابت ومراتي مخطوفة وهيج الناس، لكن مش هو ياسين. ياسين كان موجود في اسم امبابة، وفي اسم امبابة طلع تلات عربيات شرطة مع ياسين، راحوا للكنيسة دوروا حوالين كنيسة مرمينة ما لقوش حاجة. سألوا الكاهن، الكاهن للأسف أنكر وجودها، واتضح بعد كده إنها موجودة. بعد كده ياسين رجعوا على اسم امبابة، بيت في اسم امبابة، طلع تاني يوم على اسم العجوزة، ومنه إلى ياسين 28 نيابات عسكرية. يعني الراجل ما كانش بيقود تجمهر، الراجل ما دعاش في الجامع قدام الجمهور ان مراته مخطوفه، ده واحد امتحن شخصيته. للاسف هي دي النقطه اللي بتجره في القضيه 220 امن دولي عليه. احنا عندنا شهود على الكلام دوت، وان شاء الله زي ما كنت بقول ان السيده عبير فخر بريئه مظلومه، والحمد لله تم النهارده خلال سبيلها. بقول ان ياسين ثابت ده المفترى عليه والمظلوم، ان شاء الله قضاءنا عادل، وهنفرح جميعا لما ياخد حكم ببراءته من التهمة المسندة له. مرة اخرى سعيد جدا، حرام الانسان يتسجن او تقيد حريته لخمس دقايق بدون وجه حق، ما بالكو بالسيدة اللي بقالها كام شهر من اوائل مارس من لحظة اختطافها لغاية إجبار بعض رجال الدين بتهريبها من خلف الكنيسة في مساء يوم 7/5 ليلة أحداث الفتنة الطائفية في المسلمين. شكرا أستاذ أحمد، ولينا أسئلة تانية بعد الفاصل. شكرا.